عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان، الجمهور الذي يصدق على معظم الناس فهذا يجب ضمه. جدة، وهي اسم للمدينة المعروفة الشهيرة، يجب أن تضم جيمها، وأما الكسر فإنه لحن. المناخ الذي يطلق على المناخ الجوي، وهو في الأصل المناخ الذي تناخ فيه الإبل ثم توسع فيه فأصبح يطلق على المعنى المعروف، ففتح الميم فيه لحن. أضواء البيان، يأتيكم مباشرة الخميس عند 14:00 ويعاد الأحد عند 11:00 صباحا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم الآن في البرنامج المباشر أضواء البيان، وفيه نعرض إلى أهمية اللغة العربية في المجتمع. نتواصل وإياكم في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني محمد القرني ومن أخي ياسر زيدان من الإخراج. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز ابن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامع الزايدي في مكة المكرمة، الذي نأنس بالحديث معه دائما حول مواضيع هذا اللقاء. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز، وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا المستمعين الكرام. أهلا وسهلا بكم. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا بمداخلاتكم ومشاركاتكم في ثنايا هذه الحلقة عبر أرقام التواصل التي سوف تستمعون إليها إن شاء الله في ثنايا هذا البرنامج. وصلنا مع شيخنا الشيخ عبد العزيز في بادئ هذه في بادئ هذا البرنامج في سورة النور إلى الآية 54 و55 و56، أو لعلنا وصلنا إلى 55 و56 و57. نعم إن شاء الله. إذا نستمع إلى هذه الآيات من ترتيلات الشيخ عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. إذن هذه هي الآيات الثلاث مما تيسر من سورة النور. تفضل الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآية فيها بشرى للمؤمنين وحجة على الكافرين، وكما سمعنا وعد الله تعالى عباده
الذين آمنوا عباده الذين آمنوا من هذه الأمة، أمة الدعوة أو أمة الإجابة، وأمة الإجابة هي هم المؤمنون، بأن الله سبحانه وتعالى سيستخلفهم في الأرض إنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأنه يبدلهم أمنا بعد خوفهم، وأمرهم بعد ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن الكافرين ليسوا بمعجزين في الأرض، يخبرهم المولى سبحانه وتعالى بذلك ويطمئنهم. وسنأتي إن شاء الله إلى تضاعيف شرح هذه الآية العظيمة وما فيها من معان عظام، ونبدأ بما اعتدنا عليه، وهو أن نذكر القراءات التي اشتملت عليه الآية أو الآيات. ومن ذلك قوله سبحانه: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ها هنا قراءتان سبعيتان: استخلف، وهي القراءة التي سمعناها، وهي قراءة حفص، ووافقه في ذلك عدد من القراء كابن كثير ونافع وابي عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر أيضا. يعني هو الذي قرأ استخلف بالقراءة الثانية هو شعبة، قرأ كما استخلف، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف، على أنه بالبناء لما لم يسمى فاعله. ولا يخفى أننا إذا ابتدأنا هذا الفعل بقراءة حفص ومن معه أن نقول استخلف، على القاعدة المعروفة أننا نكسر الأول إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا، همزة الوصل يعني. فإذا كان مضموما فإننا نضم، وهي ها هنا مضمومة في قراءة شعبة استخلف، يعني إذا ابتدأنا نقول استخلف، وإذا قرأنا لغيره نقول استخلف بالكسر. هذه هي القاعدة، ما لم تكن الحركة الثالثة عارضة، يعني إذا كان الكسر عارضا في مثل امشوا، يعني نعم امشوا، الثالث الآن مضموم. الأصل يعني على القاعدة المعروفة أننا نضم، ولكن الضمة عارضة، أيوة ما لم تكن الضمة عارضة، وذلك أن الأصل في هذا الفعل امشيوا، امشيوا وكذلك اقضوا، أصلها اقضوا كما قال الناظم: وحينما يعرض فاكسر يا وخيف ابن مع توني مع مشوق ضوء إلي. هذه الأفعال الثلاثة التي جاءت في القرآن الكريم ربما تلتبس على بعض الناس يعني يكسرها وهي يضمها وهي مكسورة، يعني ابن لا نقول ابن، وإنما نقول ابن لأن أصلها ابني، وهكذا يقضوا الأفعال الباقية. يعني شيخنا ما تصح ابن أو لا لا لا، القاعدة إذا كان الثالث مضموما ضمة لازمة فإنه يضم، ادخلوا ادخل تضم، لكن هنا ابن هذه الضمة عارضة ليست أصلية فنكسر، لأن أصلها ابني، وفي امشوا امشيوا وفي اقضوا أيضا وفي ايتوا أيضا ايتيوا وهكذا. طيب السؤال هو يا شيخ، يعني ولعل الموضوع أخذنا جانبا، لكن لماذا تغيرت من الكسر إلى الضم مثلا؟ هنا من أجل الإعلال، لأن أصلا الفعل حينما أنت تأتي بالفعل المضارع تقول بنى يبنو ولا بنى يبني؟ بنى يبني للمفرد. بنى يبني نعم، فهذا هو الأصل، فعند عند الأمر تحذف طبعا، يرد إلى أصله، تحذف، لأن أصلا الكسرة والضمة لا يجتمعان، لا يصح أن الضمة التي على الياء لا تناسبها، الياء لا يناسبها الضم، ثقيلة جدا نعم. طيب فتحذف وتبقى الكسرة بعد ذلك دليلا عليها. إذن هنا استخلف واستخلف هنا. نعم نعم، وفي قوله تعالى: وليبدلنهم، قرئ أيضا في السبع، وهي قراءة أيضا قراءة شعبة وابن كثير، وليبدلنهم بالتخفيف، يعني من أبدل يبدل، وقرأ الباقون: وليبدلنهم من بدل يبدل، هذا رباعي وهذا رباعي، لكن هذا بالتضعيف بالشد وهذا بالهمز.
طيب يتغير المعنى يا شيخ عبد العزيز؟ لا يتغير. لا يتغير. طيب. لا يتغير. إلا أن التبديل من بدل هو أقوى معنى، يعني لأن معنى فيه معنى الكثرة والقوة. نعم. نعم. طيب. ثم في قوله سبحانه لا تحسبن، في الآية الثالثة، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن، طبعا هنالك من قرأ بكسر السين وهنالك من قرأ بالفتح، وهذه معروفة في جميع القرآن، يعني يحسب حيث ما جاءت، يحسبن أو يحسب أو نحو ذلك، فيها قراءة بالكسر وفيها قراءة بالفتح، يعني تجوز في الحالتين، جائزة وكلاهما للسبع يعني. ولكن هنا قراءة بالتاء وقراءة بالياء، لا تحسبن ولا يحسبن، ولا يحسبن. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، هذه واضحة. تحسب طبعا كلمة تحسب أو هذا اللفظ ينصب مفعولين، والمفعول الأول الذين كفروا والثاني معجزين، ولا إشكال. لكن الإشكال في قراءة حمزة وابن عامر بالياء، بالياء يحسبن. هذه القراءة يعني أشكلت على بعضهم وردها بعضهم وقال إنها لا تصح، وذلك أنه لا مفعول ثانية ليحسبن، لأن الذين كفروا فاعل. ولكن هذا الرد مردود عليه، والقراءة ثابتة في هذا عن حمزة، وهي أيضا صحيحة في اللغة العربية، وتشبهها قراءة في سورة الأنفال، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون بالياء. وهنالك يعني أنا ذكرت تلك الآية في مشكل قراءات، ولم أذكر هذه الآية لأن تلك تكفي. وتوجيه هذه الآية وأيضا آية الأنفال أن الفاعل ها هنا محذوف، والأصل ولا يحسبن حاسب الذين كفروا مفعول أول ومعجزين مفعول ثاني، يعني مثل الإعراب الأول، يعني لا يحسبن، لا يظن ظان، ولكنه حذف. هذا واحد، هذا أحد الأوجه. وهنالك وجه آخر، ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم، ولكنه حذف للعلم به. نعم. فلا يحسب المعنى، لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين في الأرض، الذين فاعل وأنفسهم مفعول أول معجزين مفعول ثاني. طيب. وتكلف بعضهم في هذا وجاء بإعراب آخر وهو منسوب إلى الكوفيين، وهو أن المفعول الثاني هو لفظ في الأرض، ولكنه فيه ضعف، الظرف المكاني هنا ما ضعف، يعني هذا أصلا الجار والمجرور متعلق بالمفعول الأول، فلا يصح، فإذا تعلق به صار هو وهو شيئا واحدا، فلا يصح أن يكون، لأن معجزين هذا هو المفعول الأول، وفي الأرض مفعول ثاني، وفي الأرض متعلق بمعجزين، فكيف يصح أن يكون مستقلا وهو متعلق بالمفعول الأول؟ صحيح. لا أيوة، ففيه من هذا الوجه يعني فيه ضعف، ولذلك الوجهان الأولان لا سيما الوجه الأول المعول عليهما أو على المقدر عليه. يعني شيء نعم. إيه ولا يحسب أن حاسب. نعم. طيب. أنا أميل إلى الوجه الثاني يا شيخ، الذي هو أنفسهم. أنفسهم نعم. يعني هذا له وجه أيضا. خير إن شاء الله. نعم. طيب نأتي للعراب يا شيخنا، لكن لا تمل كل الميل. لا لا خير إن شاء الله. لا لا يعني كلاهما يصحان، ولكن هكذا يعني. نعم. طيب. استحسان. أما استحسان. نعم. نعم. أما بالنسبة للإعراب فلفظ وعد، هذا وعد الله الذين، هذا فعل وفاعل ومفعول، الأمر واضح، هذه جملة مستأنفة يعني ليس لها علاقة بما سبق. وآمنوا صلة الموصول، ومنكم جار ومجرور، يعني آمنوا منكم هو متعلق بآمنوا، وعملوا الصالحات معطوف على ما سبق، يعني وعملوا الأعمال الصالحات، يعني بعضهم يعرب الصالحات يعربها نعتا، وبعضهم يعربها مفعولا به وكفى. طيب.
وكلاهما يصح. وكلاهما يصح. نعم. نعم. طيب. اللام هنا؟ لا يستخلفنهم، هذه اللام للقسم، لكن يعني أين القسم هنا؟ لأنها هي في جواب القسم، أيوه اللام في واقعة في جواب القسم. فبعضهم قال إن القسم ها هنا مفهوم من كلمة وعد الله، لأن وعد الله حق وهو كالقسم، فكأنه سبحانه أقسم بذلك، فاللام ها هنا جواب القسم. وقال بعضهم لا، هنالك قسم مقدر، يعني أقسم لا يستخلفنهم، يقسم الباري جل وعلا. فتكون اللام في جواب القسم، ويستخلفنهم، واضح الإعراب فيها. فعل مضارع، والفاعل محذوف، وهم مفعول به، وهذه النون للتوكيد. لا يستخلفنهم في الأرض، فالأرض متعلق بالاستخلاف، باستخلفا كما استخلف الذين من قبلهم. طيب عفوا الشيخ عبد العزيز، يعني يصح لو قلنا في لغتنا الدارجة لا يستخلفهم بدون نون التوكيد؟ يصح. يصح أيضا. نعم. لكن هنا للأبلغ يعني. نعم. بسبح الله فيها توكيدان. طيب. في أولها وفي آخرها. لحظة. نعم. الكافة هنا بعضهم أعربها حرف الجر، وبعضهم هي للجر ها هنا، ولكن هل معناها الاسمية أو معناها الحرفية؟ والظاهر أنها معناها الاسمية، لأنها تأتي بمعنى تكون بمنزلة الاسم، بمنزلة مثل يعني. والمعنى لا يستخلفنهم في الأرض استخلافا مثل استخلاف الذين من قبلهم. فهي ها هنا نعت لمصدر محذوف تقديره استخلاف، استخلافا مثل استخلاف، وذلك ما مصدرية ها هنا، ولذلك قلنا استخلاف كما استخلف، ما مصدرية، واستخلف فعل ماض، والذين مفعول به، من قبلهم جار ومجرور متعلق به، كما استخلف الذين من قبلهم. بعد ذلك ولا يمكنن، الواو عاطفة، واللام كما سبق يعني، ويمكنن كما سبق أيضا. نعم. في استخلفن ولا يمكنن لهم جار ومجرور متعلق بيمكنن، ودينهم مفعول به، والذي ينعت له دينهم الذي ارتضى لهم، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ولهم متعلق بارتضاء. ولا يبدلنهم إلى كذا بعدها، ولا يبدلنهم مثل استخلفنهم شيخ كذلك، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طبعا يبدل هنا تحتاج إلى مفعولين، المفعول الأول هو لفظهم، وأمنا هو المفعول الثاني. يعني لو قلنا أنه ارتبع شيخ ترتيبا آخر، نقول ولا يبدلنهم أمنا من بعد خوفهم. نعم نعم. ولذلك يعني من بعد خوفهم، هذا الجار والمجرور متعلق بلا يبدلنهم. طيب. ثم قوله سبحانه يعبدونني، هذه الجملة كثير من المعربين أو كثير من المفسرين يعربها حالا، وكثير منهم أيضا يعربها خبرا لمبتدأ محذوف. وعليه القراءة التي أنا اخترت فيها الوقف، لأنه إذا قلنا إنها حال فلا بد من الوصل. هنا جائز الوقف. هنا جائز الوقف على أنها خبر لمبتدأ محذوف. أما الحال هو لا يصح في القراءة، ليس شرعا، لكن في القراءة، في فن القراءة، لا يصح أن تفصل بين الحال وبين صاحبه أو عامله. يعني حينما تقول جاء زيد، لا تقف وتقول بعد ذلك راكبا، أو جاء زيد وهو راكب، قل جاء زيد وهو راكب مع بعض، أن هذه جملة حالية. فعلى هذا، لأنه أحيانا في بعض الوجوه يجوز الوقف، وفي بعض الوجوه لا يجوز الوقف، فهو على حسب الوجه. حتى في القراءات، يعني في قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، في قراءة وما يشعركم إنها إذا جاءت، فعلى قراءة الكسر نقف، وما يشعركم هذا استفهام، إنها إذا جاءت لا يؤمنون هذا خبر استئنافية. نعم نعم. طيب. التفسير له أثر في الوقف والحكم،
والقراءات لها أثر في التفسير والحكم. سبحان الله. نعم. طيب إذا قلنا هنا يعبدونني في محل رفع خبر. نعم، خبر لمبتدأ محذوف، أي هم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طبعا يعبدونني هذا فعل وفاعل ومفعول، والنون للوقاية. لا النون الثانية للوقاية. نعم، النون الأولى للرفع والثانية للوقاية. نعم. للرفع الشيخ أو للنصب؟ نعم، يعبدونني النون في يعبدون هذه نون الرفع. اي نعم صحيح. اي نعم. والنون الثانية للوقاية واللي مفعول به. نعم. نعم، ولا يشركون بي شيئا هذه أيضا واضحة، يعني لا يشركون بي شيئا فعل وفاعل ومفعول تعلق به. نعم. اي نعم. بي طبعا بي متعلق بيشركون، بلا يشركون الأحسن، يعني أن نقول بلا يشركون، لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك شيئا هنا شيخ مفعول به؟ نعم. طيب مفعول به. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني ممكن أن تكون هذه الجملة بدلا من يعبدونني. ما هي شيخ؟ اللي لا يشركون بي شيئا، تكون بدلا من يعبدونني. من يعبدونني، يعني يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني هي تساوي لا يشركون بي شيئا. العبادة طبعا هي توحيد خالص، فيمكن أن تكون جملة، يعني في بدل يكون أحيانا بدل جملة من جملة، لا يشركون بي شيئا بدل من يعبدونني، لأن معنى يعبدونني يوحدونني، ومعنى لا يشركون بي شيئا يوحدونني ذات المعنى. إيه نفس المعنى، فيمكن أن تكون بدلا. طيب. والله أعلم. ومن كفر هذه جملة استنافية طبعا، أو الاستناف، ومن شرطية، وكفر فعل الشرط، والفاء واقع في جواب الشرط، وأولئك هم الفاسقون. هذه الجواب، يعني هي الجواب، وهي مبتدا وخبر، وهم ضمير فصل بين المبتدا والخبر. أصلها فأولئك الفاسقون. فأولئك الفاسقون. نعم. طيب. وأقيموا الصلاة هذا أمر طبعا، أقيموا فعل وفاعل. الواو هنا شيخ هذه معطوفة على لأنه يعني قال قبل ذلك قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال هنا وأقيموا الصلاة. إذن هي عاطفة. نعم عاطفة. طيب. الواو عاطفة، وآتوا أيضا الواو عاطفة، وكلاهما فعل وفاعل ومفعول، وأطيعوا الرسول فعل وفاعل ومفعول، ولعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، لعل واسمها وخبرها. نعم حرف ترجي. نعم. هي نعم لعل للتوقع وللترجي وللإشفاق، معانيها لها ثلاثة معاني. نعم. لا تحسبن الذين، أيضا عندنا صحيح، لا تحسبن الذين كفروا معجزين، طبعا نعربها على القراءة التي لا إشكال فيها، والقراءة الشهيرة قراءة ما عدا حمزة وابن عامر، لا تحسبن لا ناهية، وتحسبن فعل مضارع النون للتوكيد ها هنا، والذين كفروا معجزين هذا فعل مفعول أول ومفعول ثاني طبعا. نعم. نعم الذين كفروا هو المفعول الأول، معجزين مفعول ثاني، وفي الأرض جار ومجرور متعلق بمعجزين، ومأواهم النار. هذه الواو استئنافية. نعم. مبتدأ وخبر. نعم. ولا بئس اللام للقسم، وبئس المصير فعل وفاعل. نعم. طيب ناخذ فاصل يا شيخ، نذكر بارقام التواصل. طيب. ثم ان شاء الله نكمل. طيب. الى معاني هذه الايات. طيب. ان شاء الله. جزاكم الله خير. اضواء البيان. نداء الاسلام خير نداء وصوت. تواصلوا معنا على الارقام التاليه 012-64-77-117 أو 012-64-93-08 وعبر تطبيق الواتساب 0500-422-121. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى إلى البرنامج المباشر أضواء البيان مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. حياكم الله الشيخ عبد العزيز مرة أخرى. حياكم الله. ونذكركم أيها الأحبة أيضا بالآيات الثلاثة التي سوف أو التي بدأناها في هذه الحلقة وأيضا سوف نكمل في مضامينها بإذن الله تعالى. الآية 55 و 56 و 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. إذن هذه هي الآيات الثلاث التي عرض إليها شيخنا الشيخ عبد العزيز في القراءات وما جاء فيها في هذا الشأن والإعراب كذلك. ونأتي الآن إلى مضامين هذه الآيات. تفضل الشيخ عبد العزيز. نعم. هذه الآية التي هي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخرها، هذه كما جاء في التفاسير نزلت والمسلمون في خوف شديد، وجاء في سبب نزولها بطرق متعددة أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه ما هم فيه من خوف وحينما كانوا في مكة وما هم فيه من فزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة، يعني لا يحمل شيئا من السلاح. وقد أظهر الله تعالى بعد ذلك نبيه على الكفار في جزيرة العرب وفي غيرها، ويعني حصلت كثير من الفتوح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ فتح عليه الصلاة والسلام خيبر وقبل ذلك مكة والبحرين وأيضا اليمن أيضا بكاملها كما ذكر ذلك ابن كثير والمؤرخون أيضا والجزيرة، وحينما أيضا استخلف أبو بكر أو حينما خلفه أبو بكر رضي الله عنه أيضا كانت هنالك عدد من الفتوحات في الشام وما حولها، وفي أيام عمر الفاروق أيضا اكتملت أيضا الفتوحات التي كانت في الشام وفتوحات فارس، فأكثر إقليم فارس فتح في أيام عمر بن الخطاب وكذلك بعض ديار مصر، وفي أيام عثمان رضي الله عنه توسعت الخلافة أيضا ففتحت أيضا بلاد المغرب وكثير من بلاد الترك وهكذا، وفي أيام علي بن أبي طالب كان رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين كان حصن الإسلام مهددا من داخله، إذ نبغت نوابغ من السبائية ومن الخوارج وكانوا ينخرون في جسد الإسلام أو في حصن الإسلام، فاشتغل بهذه الإصلاحات الداخلية وحصلت هناك قلاقل وزلازل معروفة في التاريخ، ولكن كان في محاربة علي بن أبي طالب لا سيما للخوارج كان في ذلك ما يخفف من هذا من هذه المصائب التي ابتلي بها المسلمون في ذلك الزمن. وهكذا امتدت العصور ووعد الله تعالى قائم، فما من إنسان أو ما من أمة عبدت الله تعالى وحده وحققت هذا الشرط بحيث إنهم يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا إلا مكن الله تعالى لهم، لا سيما إذا صبروا، لأن كثيرا من الناس يستعجل على
هذا الوعد الإلهي وقد لا يحصل له بعد ذلك. والناس في زمن ابتلاء، ولو استعرض الإنسان التاريخ في الأندلس وفي غير الأندلس وفي سائر الأقاليم فإنه سوف يجد كثيرا من الأمثلة التي تدل على ذلك. ونحن في هذا العصر لدينا مثل حي يعني، وهو هذه البلاد، فبعد أن وحدها الملك عبد العزيز المؤسس رحمه الله تعالى وبنى حكمها على شريعة الإسلام تحقق فيها هذا الوعد الإلهي، ومكن الله تعالى لها دينها وأبدلها من بعد الخوف أمنا، وهي بحمد الله ماضية في عبادة الله تعالى ونبذ الشرك الحمد لله بل محاربته. صحيح. ونسأل الله أن يزيدها عزا وأمنا وتمكينا ونصرا وإحسانا وتوفيقا. والناس الكبار السن يعلمون كيف كان الحال قبل ذلك، وكيف كان الناس لا يأمنون على حجهم ولا يأمنون على أنفسهم وهم في بيوتهم، وكيف كان قطاع الطرق ينتشرون ما يسمى الحنشل في تلك الأيام. أيوة، والحال أصبح كما هو، ولا يوجد الآن شرك فيها في هذه الجزيرة ولله الحمد. الآن يسير الراكب يا شيخ من أقصاها إلى أقصاها شرقا وغربا والحمد لله يعني. والتوحيد الخالص أيضا هذا أهم ما نركز عليه، يعني الميزة التي تتميز، قد يكون الأمن موجودا في بلدان كثيرة حققوا بعض السنن الإلهية التي أمر الله تعالى بها ولو كانت دنيوية، وحقق الله تعالى لهم الأمن، لكن في موضوع العبادة العقيدة الإسلامية ونبذ الشرك ومحاربته لا يوجد بلد كهذا البلد. كفى بها نعمة يا شيخ. نعم اي والله الحمد لله. قوله سبحانه وعد، وعد في اللغة العربية كثيرا ما تأتي في الخير، وهي تأتي في الخير وفي الشر، يقال وعده شرا ويقال وعده خيرا، لكن العلماء هنا يفرقون بين وعد وأوعد، وعد وأوعد، وكثير من أهل اللغة يختار أن لا يكون أوعد إلا في الشر، وقال بعضهم بل يكون أوعد في الخير ويكون في الشر. أما وعد في الخير وفي الشر فهذا موجود حتى في القرآن، فإن الله قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، ثم قال بعد ذلك وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار، هذا في وعد. أما في أوعد فهذا هو الذي فيه نزاع، والغالب أن أوعد يكون في الشر، الغالب عليه أن يكون في الشر، ولذلك يقول الشاعر وهو عامر بن الطفيل وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، لأنه قال إعاد، إعاد الذي هو في مصدر بحمزة، نعم إعاد الشر في الشر يعني. ومن اللطائف يعني أن العرب تقول سحاب واعد، ويقولون يوم واعد، ويقولون أرض واعدة، وهي كلمة نستعملها نحن فنقول شباب واعد ونقول صحيح. وهذا على المعنى الذي نستعمله نحن في هذه الأيام في الخير يعني، أي يرجى منه الخير. نعم، حينما يقال سحاب واعد أي يرجى منه المطر أو الغيث، وأرض واعدة يرجى منها النبت أو يرجى خيرها ونحو ذلك. وفي موضوع الإعاد يعني هنالك كلام واستطراد لا نفصل فيه، وهو جواز الإعاد في الشر، يعني أنه محمود من الكريم، أنه إذا أوعد يخلف إخلاف الإعاد. وهذه مسألة بحث فيها العلماء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أما بالنسبة للخلق فهذا محمود لدى الناس، أن الكريم إذا أخلف إعادة فهو كرم منه ومحمدة، ولكن هل يجوز ذلك في حق الله؟ هنالك خلاف، ومن قال إنه يجوز أن يخلف الله تعالى وعيده والأمر بيده وهو يفعل ما يشاء ورحمته سبقت غضبه، فقوله ليس ببعيد عن الحق، وهو موجود يعني في دائرة أهل السنة يعني الخلاف. نعم، ها هنا وعد، وهذا الوعد لا يخلف لا شك فيه، قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فها هنا شرطان الإيمان وعملوا الصالحات، ثم أكده بعد ذلك وبينه بأنهم يعبدونني في آخر الآية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
وهذا الوعد لمن؟ هل هو لكل الأمة بما فيهم يعني كافرهم ومؤمنهم، أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الخطاب، يعني الخطاب هو للنبي، هل هو الخطاب الوعد للجميع، لكن هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم هو للمؤمنين وحدهم، أم هو للكافرين من آمن منهم إلى يوم القيامة فإن الله تعالى يعطيه هذا الجزاء، وهذا هو الظاهر، فإن الآية للجميع. يعني في قوله تعالى منكم، هنا التساؤل، منكم من يعني؟ منكم أيها المخاطبون، يعني هو الكلام للجميع، يشمل كل الناس، يعني لكل من يصلح أن يخاطب. هي. نعم، كل الناس. طيب. وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، هذا الأمر الأول، أن الله سبحانه وتعالى يستخلفهم في الأرض، ومعنى أنه يستخلفهم في الأرض أي يجعلهم خلفاء في الأرض، فهم الذين يحكمون كما استخلف الذين من قبلهم، فإن الله تعالى أخبرنا أنه جعل في الأرض خلائف من قبلنا، وبنو إسرائيل كانوا خلفاء لفرعون وقومه، وكذلك داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وكل من حكم من قبلنا من الذين آمنوا. وقيل إنها يدخل فيها حتى الكافرون من الذين حكموا في اليونان والذين حكموا في الرومان مثلا، ومن اليهود والفرس أيضا، الهند والفرس. نعم نعم، هؤلاء استخلفوا، لكن لم يكونوا بهذا الشرط، بأنهم كانوا يعبدون الله لا يشركون به شيئا، لكن الله يعدنا بأننا إذا فعلنا ذلك فإنه سبحانه وتعالى سوف يحقق لنا هذا التمكين وهذا الاستخلاف. وليس معنى ذلك أن الذين كانوا قبلنا كانوا بهذه المثابة، وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى وحده لا يشركون به شيئا، فإنه قد يتحقق حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يمكن له في الأرض، وأيضا يكون في بلد آمن يحقق له أيضا الأمن، ولكنه لا يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لكن الله تعالى لم يتكفل بذلك أو لم يضمن له ذلك، فقد يختل هذا الأمر لأي أمر من الأمور إذا أخل بقانون من القوانين التي تحفظ له هذه الأشياء. لكن المؤمن يختلف حاله، أو الأمة المؤمنة يختلف حالها، فإن الله تعالى يضمن لها ذلك، هذا من جهة، ونعم وينصرها أيضا لأنها تعبده ولأنها نصرت دينه، فالله تعالى ينصرها. أما أولئك فإنه يكلهم إلى أسبابهم، فعلوا الأسباب التي تقتضي ذلك أو تحقق لهم ذلك، فيحقق الله تعالى لهم ذلك لأنهم فعلوا تلك الأسباب الدنيوية. لكن هؤلاء لا، تعلقوا بالله تعالى فالله تعالى معهم، حتى لو قصروا في شيء من الأسباب الدنيوية التي كان التقصير فيها عن عجز منهم أو عن ضعف منهم مع اجتهادهم، فإن الله تعالى ينصرهم ولو كانوا أيضا قلة. نعم. اللهم اجعلنا في هذا الوعد. نعم. طيب شيخ عبد العزيز، الوقت أخذنا الحقيقة، ولدينا بعض الاتصالات، لكن لعلنا نأتي إلى والله إذا نمر عليها مرورا مسرعا. خير إن شاء الله. نعم، والأمر الثاني، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا أصل التمكين، جعل الشيء في مكانه، فالتمكين معناه معروف، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا من بعد خوفهم في الدنيا، وقيل خوفهم من عذاب الله بأن الله يبدلهم في الآخرة، ولكن الأظهر أن الآية في الدنيا، وقوله تعالى يعبدون. عفواً الشيخ، الخوف من ماذا هنا؟ الخوف الطبيعي الذي يكون في من الأعداء، ويكون يعني من الفقر، من كل شيء، يعني الخوف الطبيعي. وقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي لا يعبدون إلها غيري، وقال بعضهم لا يراؤون، وقال بعضهم لا يخافون غيري، وقال بعضهم لا يحبون غيري، وكل هذا أصلا داخل في العبادة، لأن العبادة هي عبارة عن محبة وخوف ورجاء وصدق وإخلاص، كلها داخل في مفهوم شامل. مفهومها شامل. نعم.
الآية التي بعدها واضحة فيها الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هنا أمر بطاعة الرسول، ونحن وعدنا من قبل بأن نبين الفرق بين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الرسول والحالة الثالثة وأطيعوا الرسول وحدها. فإذا كان الحكم من الله مجملا وفصله رسوله عليه الصلاة والسلام، فإننا نفسر الآية أو فإن السياق يأتي فيه هكذا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي فيما في الحكم الذي جاء مجملا من الله تعالى وفصله رسوله، لأنه يعني أكد الأمر هنا بإطاعة جديدة، قال: وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله فيما حكم به مجملا، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بينه، يعني فيما بينه. أما في قوله أطيعوا الله ورسوله، فهذا إذا كان التكليف مفصلا من الله وأكده النبي صلى الله عليه وسلم، فهنالك توكيدات يعني في بعض الأحكام. فإذا كان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو هنا وكما يدل عليه السياق، فإن الله تعالى بينها هنا أنهم مستخلفون في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد يعني في هذا المكان، فقد يأمر بأمور تتعلق بأمر حياتهم وسيرتهم ومسيرتهم الدنيوية أو أمورهم المتعلقة بالحرب، فهنا عليهم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في هذا السياق: وأطيعوا الرسول وحده، هنا من غير وأطيعوا الله والرسول، فهنا أمره مستقل. هذا طيب ما قاله بعضهم يعني. الأخيرة: لا تحسبن الذين كفروا معجزين. نعم، هذا يعني بعد ذلك قد يتوهم أو يرد يعني على خاطر بعض الناس أنه حينما يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، يبقى هنالك أناس كافرون وقد يكونوا أندادا، فما الحكم فيهم أو ما القول فيهم؟ القول فيهم: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي أنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهذا في الدنيا، ومواهم النار ولبئس المصير. ويمكن أيضا أن يكون الكلام لأولئك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، قال لهم: اصبروا، فإن الكافرين ليسوا بمعجزين في الأرض، فإن الله سوف يحقق لكم هذا الوعد الذي وعدكم. طيب. قوله معجزين، المفردة هذه يعني هنالك أيضا في آية أخرى معاجزين، ما الفرق بين المعجز والمعاجز؟ تلك يعني فيها مفاعلة، يعني المفاعلة فيها محاولة ونوع اجتهاد وتكلف. نعم. والإعجاز هنا شيخ يعني معجز، بماذا معجز يعني؟ أنه لا ليس يعجزنا، يعني أنه لا يمنعنا من شيء، لأن فلان أعجزك معناه أنه منعك من أن تفعل شيئا أو أن تقاومه فجعلك عاجزا، فهؤلاء لا يعجزوننا. والأصل الكلمة العجز، ومنه العاجز والعجوز يا شيخ. نعم، هي المادة، هذه مادة العين والجيم والزاي كما قال ابن فارس، هي تدل على أمرين: تدل على الضعف، وتدل على آخر الشيء، على آخر الشيء يعني العجز. والأصل لا يكون الشيء في آخر الشيء إلا إذا كان ضعيفا يعني، ولذلك منه مثلا العجز الذي نعرفه تسأل عنه الآن والذي جاء في هذه الآية، ومنه العجوز، المرأة العجوز لأنها تكون في آخر عمرها. نعم. المرأة العجوز والرجل العجوز يا شيخ الله. والرجل العجوز. وحتى الشابة يقال لها عجوز في اللغة تفاؤلا، بأن ومنه العجز أيضا الذي هو في مؤخرة الإنسان. هذا يقال له عجوز، فهو داخل في المعنى الآخر الذي هو مؤخرة الشيء. خير إن شاء الله. لعل ما ذكرتموه إن شاء الله في النفع شيخ في هذه الآيات الثلاث، ونستدرك الوقت وإياكم مع المستمعين الكرام. أخونا عبد العزيز الشريف، حياك الله يا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أستاذ محمد القرني، كيف حالك؟ خير، الله يحفظك، حياك الله خير. بارك الله فيك. حياكم الله يا شيخ عبد العزيز، كيف حالك؟
الحمد لله، حياكم الله. أهلا، بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. يقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا، الآية. ويقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هل بين هذه الآية والتي قبلها صلة؟ بمعنى أن كلما أن الذي يطيع الله ويطيع الرسول سيمكن الله له في الأرض، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم. السؤال الثاني، بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكيف نجمع بين أن الله يسر القرآن ويقول هنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ السؤال الثالث، بارك الله فيك، يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. الآن القسم من الله سبحانه وتعالى، هل القسم من الله سبحانه وتعالى معناه تأكيد لكلام الله، أو أن هناك أمر آخر وضع هذا القسم كما يقول في سورة الذاريات؟ قال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. يقول إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. أنكم تنطقون، يعني ما الذي يعني يجعل الله سبحانه وتعالى يقسم هذا القسم في آخر الآية مثلا؟ هل له مزية أو له معنى؟ والسلام طيب. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ماجد من حائل، حياك الله أخي ماجد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير وعلى سهلا فضيلة الشيخ الدكتور، حياكم الله. سؤالي: قال عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما عن ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. نعم. وفي أي أخرى عن تلكما، هل ذكر الله عز وجل أو عفوا السؤال تلكما وهي شجرة واحدة، لماذا ثنى الله عز وجل هذه في قوله ايه تلكما؟ صحيح، لم يقل تلك. نعم تلك. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طيب، دائما ما يسبق السمع البصر في القرآن الكريم، هل هذا دليل لغوي على أن السمع يعني أفضل من البصر لغويا؟ طيب طيب، خير إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. شكرا شكرا لك أخي ماجد. ونستدرك الشيخ عبد العزيز، ما بقي وقت الحقيقة، لعلنا نجيب على هذين المتصلين. نعم طيب. أخونا عبد العزيز يسأل في قوله تعالى: الربط ما بين الآيتين 54 55 في سورة النور. نعم، الظاهر أن بينهما رابطا، والخطاب ها هنا للمؤمنين حينما قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. السياق ينساب مع لأنه هنالك علاقة بين هذا وبين هذا، لأنه يخاطب المؤمنين، هذا من جهة. ومن جهة إذا قيل إن الكلام ها هنا يعني منفصل ولا علاقة بين هذه الآية وبين الآية الأولى، علاقة يعني قريبة، فإنه أيضا ممكن، لأن الخطاب كما ذكرنا يحتمل أن يكون لجميع الأمة، يعني كأنه قال: وعد الله الناس، أو وعدكم الله يا أيها الناس، وعد الله الذين آمنوا منكم أيها الناس إلى آخره، إذا كنتم قد آمنتم وعملتم الصالحات. نعم. في قوله تعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا ولقد يسرنا القرآن، هاتين الآيتان. نعم، معنى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي يسرناه للتلاوة وللحفظ وللفهم أيضا وللتدبر، وقال بعضهم أيضا وللعمل، هو ميسر، ودين الله تعالى كله يسر. وأما قوله سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ثقلا في الوحي حينما يوحى إليه، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا من شدة ثقل الوحي عليه، فهذا عند نزول الوحي كان يجد ثقلا، ولهذا أولى التفاسير أو أولى الأقوال بالصواب في هذا هو قول من قال إن المراد ها هنا ثقل الوحي، وقال بعضهم لا، لأن العمل به ثقيل، هو ثقيل على من لم ييسره الله تعالى عليه، وإلا فالدين كله يسر. وقيل لا، هنالك معنى آخر، يعني معنى معنوي، وهو أن له ثقل ومهابة،
يعني هذا يعني كما تقول هذا الرجل يعني أو هذا أمر يعني ثقيل، أمر كبير يعني. صحيح. الثقل المعنوي. إذا كان هذا في خطابات نعم. ملوك الدنيا شيخ نعم. ولها نعم. من الأهمية. نعم. فما بالنا بهذا. نعم. يسأل أيضا في الوقت يأخذنا شيخ عبد العزيز أيضا نكرر، يقول وعد الله ويقول لماذا القسم, القسم يعني نعم. الله تعالى يقسم، هو الخطاب جاء بلغات العرب. والقسم فيه نوع توكيد، والناس بشر، وحينما يأتيهم الخطاب مؤكدا فإنه يكون أكثر إقناعا أو أكبر إقناعا، وحينما يكون قسما أيضا يكون أقوى، وإلا الله تعالى لا ملجأ له للقسم، إنما يقسم من كل ذلك إشفاقا على عباده، هو الغني ونحن الفقراء. نعم. أخونا ماجد يقول نعم. في قوله تعالى تلكما، يسأل في تلكما، التثنية هنا لماذا؟ هو حينما تخاطب اثنين لك أن تقول تلك، يعني حينما تخاطب اثنين يمكن أن تقول تلك، ويمكن أن تقول تلكما، ويمكن أن تقول ذلك، ويمكن أن تقول ذلكما يعني نعم. فهو تلك الإشارة ها هنا للشجرة، لكن الخطاب لحواء لآدم وزوجه، التثنية هنا لآدم أيوة. وحواء نعم. فلو كانوا ثلاثة وكانوا جمع لقال تلكم، ويجوز الإفراد دائما، يعني إذا أنت خاطبت الرجل أو المرأة الاثنين أو المفرد أو المفردة أو الجمع بنوعيه، يجوز أن تأتي بالإفراد تقول ذلك، ويجوز أن تأتي بالتثنية إذا كان اثنين، وبالجمع إذا كانوا جمعا، وهكذا. يعني مثلا في قوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه، يجوز في غير القرآن فذلك الذي لمتنني فيه، في قال فذلكن لأنه خطاب للنسوة الجمع. نعم. إذا كانوا ذكورا قلت فذلكم، أو تقول فذلك، هذا جائز وهذا جائز، وكله في القرآن الكريم. خير يعني هذا موجود وهذا موجود. يسأل في سؤال أخير والوقت يأخذنا الشيخ، يقول السمع نعم والبصر. نعم، تقديم السمع على البصر. نعم هذا صحيح، لم يأتي السمع والبصر في، لم يجتمع في موضع في القرآن إلا وقدم السمع على البصر، أولا لأهمية، لأنه هو الأهم حقيقة، والإنسان لا يستطيع إذا كان لا يسمع لا يستطيع أن يتكلم، ومن جهة لأن السمع أيضا هو أوسع، وذلك أن الإنسان يسمع حتى وهو نائم، يعني نعم. يمكن أن يسمع، وأيضا يأتيه الصوت من كل مكان، يسمعه وهو مقبل عليه أو غير مقبل عليه، عن يمينه أو عن خلفه أو من أمامه، بخلاف البصر فإنك لا ترى إلا ما كان أمامك، فالسمع أوسع وهو أهم، فلهذا قدم يعني. في يعني حاسة السمع تبقى على حالها. نعم. ولذلك المسلم يسمع أذان الفجر مثلا وهو نائم. نعم يسمع، لكن البصر هنالك يعني تتعطل. نعم. الوظيفة في حال النوم. نعم، وهو محدود أيضا، هو لا يرتبط أيضا بالكلام، بخلاف السمع لا يستطيع أبدا أن يتكلم المتكلم كلمة واحدة إذا كان لم يسمع شيئا. سبحان الله. نعم، مع المستعان. خير إن شاء الله. شكر الله لكم الشيخ عبد العزيز، بارك الله في علمكم ونفع بكم. آمين وإياكم، جزاكم الله كل خير. شكر الله لكم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامع الزايدي في مكة المكرمة. شكر الله لكم ولكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. نعتذر للذين لم نستطع أخذ مشاركاتهم في آخر هذه الحلقة، وشكرا لمن تواصل معنا أو من بلغه هذا الصوت. موعدنا تجدد وإياكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلكم هذه أطيب تحية مني محمد القرني وأخي ياسر زيدان من الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان. الجمهور الذي يصدق على معظم الناس، فهذا يجب ضمه. جدة، وهي اسم للمدينة المعروفة الشهيرة، يجب أن تضم جيمها.
وأما الكسر فإنه لحن. المناخ الذي يطلق على المناخ الجوي، وهو في الأصل المناخ الذي تناخ فيه الإبل ثم توسع فيه فأصبح يطلق على المعنى المعروف، ففتح الميم فيه لحن. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد الأحد عند الحادية عشرة صباحا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.